اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه برحب بالكابتن يحيى يوسف المدير الفني للفريق الاول لكره اليد سيدات واللي منورنا في الاستوديو. اهلا بيك يا كابتن يحيى. اهلا بك يا كابتن هيثم، ربنا منورنا ومنور قناه النادي الاهلي. حبيبي ربنا يخليك. برحب بلاعيبه الفريق ليلى هيثم اللي منورانا النهارده في قناه النادي الاهلي. اهلا بيك يا ليلى. اهلا بيك يا كابتن هيثم. اعزائي المشاهدين، جهزنا تقرير عن الفريق الفتره اللي فاتت، خلينا نشوف التقرير ده وارجع لحضراتكم تاني. نجح الفريق الأول لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي بقيادة مديره الفني كابتن يحيى يوسف في فرض سيطرته على أرقام المرحلة الأولى من دوري العمومي للموسم الحالي 2021-2022. فسيدات المارد الأحمر استطعنا الفوز في كل مباريات المجموعة الأولى بعد اكتساح الجميع والفوز في 18 مباراة بدون هزيمة أو تعادل. وكرر الفريق الفوز على كل من مركز شباب شتة الأنعام، الترسانة، اتحاد الشرطة الرياضي، منوف الرياضي، هيليوليدو، 6 أكتوبر، سموحة، الطيران، والشمس ذهابا وإيابا. وكان الشياطين الحمر أصحاب أقوى هجوم في هذا الدور بعد تسجيل 697 هدفا، كما استطاع الدفاع أن يكون الأقوى بعد تلقيه 265 هدفا فقط، بالرغم أن سيدات القلعة الحمراء خضن 18 مباراة، فيما استقبل سبورتينج السكندري وهو متصدر المجموعة الثانية 271 هدفا بالرغم من خوضه ل 16 مباراة فقط في المرحلة الأولى، بسبب أن مجموعته كانت تضم 8 فرق فقط إلى جواره. وتأهل رفقة النسر الأهلوي للمرحلة الثانية من الدوري فريقا الشمس والطيران من المجموعة الأولى، وأندية سبورتينج، الزمالك، الجزيرة من المجموعة الثانية. ويسعى الجهاز الفني لسيدات كرة اليد بالنادي الأهلي للهيمنة على بطولات الموسم المحلي مثل ما حدث الموسم الماضي بالفوز بالثلاثية عقب التتويج بدور العمومي وكأس مصر وبطولة منطقة القاهرة. اهلا بحضراتكم من جديد. كابتن يحيى، يمكن موسم حتى الان الحمد لله موفق. اتكلمنا عن البدايات، يمكن بدايات الموسم كله بيبقى اي مدير فني بيبقى ليه بلان محطوطه. اتكلمنا عن بدايه الموسم. بدايه طبعا احنا الموسم اللي فات طبعا الحمد لله ربنا اكرمنا وخدنا الثلاث بطولات اللي كانوا لينا في السنه اللي فاتت. عشان تجهز للسنه اللي بعديها بتبقى الدنيا اصعب شويه، بحيث ان الدنيا كل فرقه بتقوي نفسها برده، وانت المفروض ان انت تشتغل على حاجات، على اخر حاجات انت اشتغلت عليها واخر طريقه لعب اشتغلت عليها فبتشتغل عليها عشان تطور من نفسك. طبعا بدايه الموسم كانت طبعا ان انا قعدت مع البنات اتكلمت معاهم كتير. الموسم ده هيكون اصعب من السنه اللي فاتت، انت عشان تحافظ على اللي انت عملته السنه اللي فاتت، ان انت كنت السنه اللي قبلها كنت اخفقت في ثلاث بطولات، فانت ترجع التلات بطولات تاني وده حقك، انت تعبت فيه في 8 شهور رجعتهم في 8 شهور، ده بقى الموضوع هيبقى يكون صعب. فاتكلمت معاهم كتير ان المرحله الجايه تكون صعبه، وهم طبعا عرفوا طريقتي طبعا في طريقه التعامل يعني في التدريب او في النادي يعني. بس بدينا طبعا فضل الصعوبات اللي قبلك، يعني ايه الصعوبات اللي انت حضرتك كنت شايفها في بدايه الموسم وانه انت كنت محتاج تشتغل عليها؟ يعني انا حضرتك قلت ان هو عشان احافظ لازم اطور من نفسي، اتحدى او اصلح بشكلي. انت كنت شايف ايه اللي كان عندك المشاكل؟ هل في عجز في مراكز؟ هل في اعداد معين؟ هل في ناحيه بدنيه؟ ايه المشاكل اللي انت كنت شايفها؟ هو بص، هو طبعا هو في عندي عجز في مراكز، بس اصلا ما فيش يعني لعيبه في مصر او نادي يقدر يديك لعيبه معينه يعني. نعم. الحته البدنيه طبعا انا السنه دي جبت حاجتين دخلوا علينا، يعني كان اللي هو محلل الاداء طبعا كابتن محمد سليمان، ده طبعا هو ده شغال مع المنتخبات، وطبعا حاليا معايا محلل اسمه ايه اللي هو بقى اعداد بدني طبعا معايا. طبعا معايا اول الموسم حجزنا طبعا الحمد لله كل مديله صلاحيات في الاعداد البدني. طبعا يعني في مديرين فنيين ما بيدوش صلاحيات او بيبقى من خلالك؟ لا طبعا هو شغال وانا بقعد، انا قعدت معاه طبعا وبشوف انا هشتغل ايه. مثلا اذا كان البرنامج الشهري او البرنامج الاسبوعي او البرنامج اليومي دايما بيقعد معايا وكده، بحس ان احنا بنجهز للبنات اصلا. ودايما في ماتشات دايما بكون ضعيفه عندي، او ثلاث اربع ماتشات او ثلاث اسابيع ورا بعض بشتغل بعلي الحمل
طبعا. امتى بحس ان انا بعد كده عندي اخر كان اخر ماتشات في الدور الاول واخر ماتشات في الدور الثاني هم اقوى 3 4 ماتشات بالنسبه لي، فكنت بعلي الحمل في الماتشات الضعيفه بحس ان انا اعلى او انزل الحمل معاهم واكمل اصلا اخر 3 4 ماتشات. هي ظروف من اولها كنت انا طبعا مكلم البنات ان الموسم صعب فبنشتغل عليها، واحنا بنشتغل كمان على نهايه الموسم. احنا مثلا دلوقتي انا دلوقتي في حاله التوقف اصلا اديت كان الجدول لسه ما نزلش اديت 10 ايام اجازه، فهنبدا ان شاء الله الثلاث اللي جاي فتره اعداد ثانيه خالص، بحيث ان كمان الماتشات اللي جايه دي هتكون اصعب، ان انت بتواجه اقوى 6 فرق او اقوى 5 فرق، فكل الماتشات صعبه، بحيث ان انت كمان عايز تفضل راكب الجدول في كل الماتشات وربنا يكرمنا. طب خلينا نشوف برضو ليلى. ليلى يعني انت في بدايه الموسم انت الحمد لله كان ليك دور كبير جدا السنه اللي فاتت في الفوز وان احنا نتوج بالثلاث بطولات. اي لاعب ما بدايه كل موسم بيشوف مشكلته ايه، ايه النواقص اللي عنده. انا كان عندي مشكله السنه اللي فاتت، كان عندي اصابه مش كويسه، كان عندي رجليه مش عارف ايه، كان عندي ناحيه بدنيه. انت اشتغلت على نفسك ازاي بدايه الموسم؟ انا شفت الموسم اللي فات كان ايه اللي ناقصني، ومن الاول كده كنت قعدت مع كابتن يحيى قلت له انا عايزه اركز على اللي ناقصني كذا وكذا. طب ايه كذا وكذا دول؟ يعني مثلا عشان انا اكتر مثلا بدافع، فعشان كده باش دايما باخد من كابتن محمد سليمان الغلطات بتاعتي في الدفاع باخدها مع كابتن يحيى، وكابتن محمد برضو بتكلم مع كابتن يحيى بقول له ايه الصح هنا. فالتمرين مثلا الكابتن يشتغل معايا يقول لي ركزي مثلا على الجزء ده اللي ناقصني، الجزء ده اللي انا مثلا مش بركز فيه، البلوكات مثلا تمرينه خاصه للبلوكات عشان يعني اغلب الفرق فيهم ناس بتشوط من بره، فده جزء لازم مهم قوي. بدري يعني مثلا يعني الاول كان في مشكله مثلا في المقابله كابتن قاعد معانا او قاعد مع الناس اللي بيلعبوا برده في نفس المركز. طب ده طب هل هي قاعده بس ولا بتترجم لتدريب؟ يعني هل انت بتتمرني على ده، بتروحي بتادي، بتبقي شايفه مثلا ان انا محتاجه اجي ازود تمرين لوحدي؟ يعني كلمينا برده ازاي بتشتغلي على المشاكل دي جوه الملعب. وفي الاول طبعا انا باخد زي ما قلت لحضرتك باخد الماتشات من كابتن محمد سليمان وبعرضها على كابتن يحيى وبقول له يعني مثلا الجزء ده مثلا ما بطلعش قابل، فلا تبقى في تمرينه خاصه للدفاع. حلو. فالكابتن بيقعد معانا وفي التمرينه بنطبق بقى الكلام ده، يعني مثلا اتنين في المركز ثلاثه لا نقعد مع بعض ونشتغل اللي يطلع يقابل ينزل يغطي على الفيرو الثاني. برافو. بالطريقه دي والبلوكات برده مع بعض، يعني احنا بنترجم اللي بنشوفه من في مع كابتن محمد سليمان بنترجمه في الملعب على طول. طب ليلى انت طبعا بحكم مركزك وبحكم وجودك في الملعب فانت بتصطدمي بالمهاجمين الاقوياء في كل فرقه، ده وضع طبيعي جدا. شايفه يعني السنه دي الفرق كلها شمس وسبورتنج والفرق اللي بتنافسنا بشكل عام والطيران وغيره وغيره، شايفين الفرق الثانيه افضل من السنه اللي فاتت ولا شايفه الدنيا هي هي؟ لا هو طبعا كل موسم كل فرقه بتحاول ان هي تعلي من مستواها، واللعيبه طبعا بيتمرنوا اكتر وبيشوفونا زي ما احنا بنشوفهم بالظبط، سواء بقى مدر محلل للاداء او بيتفرجوا على الماتشات القديمه فبيحاولوا يطوروا نفسهم. فلا هي المنافسه اصعب وده يخلينا احنا نتمرن اكتر وعشان نحافظ على الثلاث بطولات اللي احنا خدناها. يعني انت شايفه ان المنافسه السنه دي اصعب؟ عشان أصعب. نحافظ على الثلاث بطولات اللي احنا خدناهم الموسم اللي فات. انت سهل تكسب بس عشان تحافظ على مكسبك سنين اكتر. طب يعني بنظره على الفرق الثانيه شايفين الدنيا، يعني انا شايف حتى من التقرير كان سبورتنج يمكن ماشي كويس، يمكن احنا اقوى منه دفاعيا ودي حاجه تتحسب لك طبعا، تحسب لكل اللعيبه اللي بتدافع في الفريق اكيد، ولكن يعني احنا داخلين على فتره الجد، شايفه ان احنا ممكن يكون في صعوبه في الماتشات، شايفه في محتاجين دعم اكتر، محتاجين المصابين يرجعوا، يعني شايفه الخطوه اللي جايه الجاي ايه؟ وطبعا احنا محتاجين كل واحد في الفرقه طبعا محتاجين مصابين يرجعوا تاني، بس احنا الحمد لله يعني الاحسن دفاع والاحسن والاقوى هجوم كمان بسكورات عاليه جدا الماتشات اللي فاتت. الماتشات اللي جايه صعبه بس احنا الحمد لله يعني احنا احسن منهم، العناصر الفرقه بتاعتنا كويسه جدا، معانا جهاز فني طبعا عالي جدا، ولا ان شاء الله نكسب يعني. طب شايفه اقوى فرقه ممكن في السنه دي مع النادي الاهلي مين؟ يعني دايما بيبقى عينك انت تبقى ليك رؤيه كلاعب، مين اقوى فرقه معانا خاصه احنا ما كناش مجموعه واحده؟ ممكن بس اللي هيبقى فيه شويه في الماتش يعني سبورتنج مثلا. بس احنا ان شاء الله يعني هنكسب يعني. ان شاء الله يعني شايفه ان هو ممكن يكون سبورتنج يعني. وخلي بالك برضو في نقطه مهمه جدا وهي السكواد، يعني يمكن كابتن يحيى كان بيتكلم انه ممكن عنده نقص في المراكز، بس مش سهل ان انت تقدر تشتري لعيبه من اي نادي. انتوا كلعيبه ممكن اكتر من لعيبه تلعب في اكتر من مركز، الكلام ده حقيقي ولا؟ الكلام ده حقيقي وحصل الموسم اللي فات لما نصره كانت بتلعب باك بقى تلعب في رود وبتلعب وينج، فلا عندنا اللعيبه ممكن يلعبوا في كذا مركز، يعني مثلا سندس المحترفه بتاعتنا ممكن تلعب باك ليفت، ممكن تلعب باك رايت، الهافات عندنا مثلا مريم شرباجي اسراء بيلعبوا برده في الباك رايت بيلعبوا في الباك ليفت، فعندنا الخط الخلفي ممكن يلعب في اي مكان يتحط فيه عادي. تهيألي ده حاجه برده يا كابتن يعني بامانه يعني حاجه كويسه جدا.
زي ليلى بتقول ان يعني حتى قالت بالاسامي، انت عشان يعني تعوض العجز اللي عندك في بعض المراكز وانت ما عندكش القدره تجيب لعيبه، مش عشان النادي الاهلي ما عندوش قدره، لا عشان في لعيبه كويسه في انديتها ماسكه فيها. ايوه. فعندك جوكرز في الفرقه بيروحوا هنا بيروحوا هنا بيروحوا هنا، هل ده احد الحلول اللي انت بتلجا لها؟ اكيد طبعا ده حلول. انت مش هتجيب مني ان انت ما عندكش الـ الـ في المركز مثلا، عندي مركز الوينج ليفت حاليا هو ما فيش الا لعيبه واحده بس فريده، فاما بستعين مثلا بحد من فريق الناشئات او الشباب يعني 2002 مواليد 2002 صعدهم. مراكزهم ايه يا كابتن مثلا؟ لا انا عندي فرح وينج ليفت، عندي روان جوكر برضو ممكن تلعب باك ليفت وجابته ما لعبوا معايا اخر ماتشات ماتش الشمس ده، عندي من حارس المرمى طبعا عشان عندي مشكله عندي رحمه برضو بتلعب سنتر هاف، اختار باخد كذا على حسب احتياجي انا في الماتشات فبحتاجهم معايا، بس هم الاربعه دولت بصفه مستمره هم بيلعبوا معايا، يعني لعبوا ماتشات كتير معايا سكات روان ومنا ورحمه وفرح. عندي طبعا كذا لعيبه في جوه الفريق ممكن يلعبوا اكتر، يعني نصر زمالايلي قاري طبعا، عندي اسراء بتلعب سنتر هاف وبتلعب وينج نفس الكلام، مثلا دايما السنتر هافات تقدر توزعهم يلعبوا في الخط الخلفي، لان انا ده المشكله اللي عندي مشكله في الباك ليفت، عندي عجزي وكده، كمان عندي صلاح حسام بطل السنه اللي فاتت مع ووينج ليفت برضو عندي مشكله برضو فيها، ان كان في يارا شحاته برضو كان اصابه وكده فما عرفش يسجلها السنه دي. هي دي المشكله اللي كانت بتواجهني، بس اقدر ان انت تقدر توظف حد من الفريق دي حاجه كويسه اصلا. ده اذا انت عندك حلين، انت حضرتك قلت ان انت بتصعد من فريق شبات وبتعمل يعني مانوفر باللعيبه اللي بتلعب اكتر في المركز، خاصه الخط الخلفي بيقدروا السنتر هافات يلعبوا في الخط الخلفي كله، يعني انت عندك حلول بتقدر بيها تتغلب مع ده، ونفس الوقت بتعلي الناحيه البدنيه عشان لو احتجت تحمل على لعيبه اكتر. طبعا يعني انا كمان السنه دي في حوالي 12 او 15 ماتش صعدت حراس مرمى بتوع 2004 كمان، ان انا عندي اصلا عندي مشكله في حراس المرمى، بس اللي بيصعد 2004 بيبقى ليك بنت واحده تلعب معاك في الماتشات، وانا كان عندي مشكله في حراسه المرمى سكايت موني جالها خلع، وكان عندي ايه طبعا الصابط وكده، ما عنديش الا جون واحد. امنيه اخبارها ايه دلوقتي يا كابتن؟ امنيه ان شاء الله على اخر الشهر واحد ان شاء الله هتنزل معانا ان شاء الله. هي خلاص لا مش لسه هتبدا، لسه هتبدا معانا ان شاء الله كويس. ممكن في خلال 10 ايام كده او اسبوعين هتنزل معانا ان شاء الله. طبعا الدنيا كويس جدا كويس. طبعا عندي برضو ايه كانت مصابه المفروض ان هي ترجع، عندي ليلى شريف، خلي بالك الفريق برضو كله مصابين من كتر الضغط اللي عندي. كنا حريصين ان حضرتك تبقى معانا عشان نحط الجمهور، خاصه الماتشات مش بنقدر نزعها حضرتك فاهم. لا هما بيجوا على نفسهم كتير قوي ان هما بيبقوا دايما مصابين وحاجات كلها، بس دايما لما يكون عندك عجز او ماتش مهم جدا لازم بيجوا على نفسهم قوي ان هما يربطوا عشان بالظبط عشان يقدروا يلعبوا، وده حصل كتير في معظم الماتشات يعني. طبعا. انا لغايه دلوقتي لاعبين 18 ماتش فعلا. طب ليلى قولي لي يعني الروح، اكيد المكسب ده مش جاي غير من روح، يعني روحكم عاليه جدا، يعني كلميني عن 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 عامل الروح، انتوا كلاعيبه حاسين ان فعلا الروح مهمه، ولا احنا خلاص احنا احسن لعبه فرقه في مصر فخلاص احنا نلعب بروح من غير روح هنكسب؟ لا طبعا هي الروح دي عامل اساسي يعني اللي بيفرقنا عن اي فرقه تانية، غير طبعا مستوى اللعيبه ومستوى الجهاز الفني، الروح دي طبعا حاجه اساسيه جدا. بتحافظوا عليها ازاي؟ يعني ازاي بتحافظوا ان دايما خاصه الماتشات الاولانيه، في ماتشات بتخلص حاجه 40 4 او حاجه 40 5، بتحافظ على الروح ازاي عشان يبقى عندك موتيفيشن تنزل تلعب؟ الماتشات الاولانيه دي احنا خدنا ان هي كتدريب للماتشات اللي جايه، يعني احنا كل الفتره اللي فاتت دي كانت لسه فتره اعداد للماتشات اللي احنا داخلين عليها بعد فتره التوقف دي، فطبيعي ان احنا متفقين من اول الموسم ان شاء الله احنا عايزين نحافظ على الماتشات دي، فان احنا متفقين ما نقعش ولا ماتش، فعشان كده هي الروح بتيجي كل ماتش بتعلى. فانت حتى لو ماتش ضعيف بتاخدوه كتدريب؟ بناخده كتدريب، نطبق كلام الكوتش ونبقى جاهزين عشان لما نقابل ماتش صعب تبقى يعني 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 بتحول المباراه من هو مباراه ممكن تبقى وان سايد جيم ان هي مباراه انا مش باصص للنتيجه، انا باصص ان انا عايز اتمرن. ايوه نجرب الحاجات مثلا اللي جربناها جديد في تمرين، بنجرب تاكتكس جديده، فلا يعني الماتشات دي مش بناخدها مثلا مش بنبص ان هو ماتش ضعيف او قوي، احنا بننزل نلعب كانه ماتش فاينل عادي. انا مش هخبي عليك يا، انا بصراحه في البرنامج انتقدت بعيد عنكم، يعني انا انتقدت في البرنامج انه فرق المستويات ده ما بقاش فيه استفاده، معلش يعني انتم ما تعلقوش على كلامي، بس هي انا بقول اللي شفته ان هو لازم تكون مستويات قريبه عشان يبقى في استفاده لكلا الفريقين،
ان انا ما ينفعش اكسب حاجه و40 4 او حاجه و50 10 مثلا، ده ما فيهوش استفاده. بس انتوا عرفتوني ان انتوا قلبتوها استفاده ازاي، ان احنا بننزل نتمرن بنادي اللي علينا وعشان ناخده كتدريب. طب خلينا نتكلم على، انت لسه بتدرسي يا ليلى صح؟ عامله ايه في الحمد شفت كده على الجرح اول ما قلت الدراسه ليلى ضحكت بترم قدام الترم قريب. قولي لي انت في سنه كام؟ انا في سنه ثالثه بزنس. فطبعا عامله ايه اول ما قلت ضحكت طبعا مش باين. طبعا بتعملي ايه، بتوفقي ازاي خاصه ان خلاص بقى كورونا بح، بقينا بنروح يا باشا كل يوم. بس يعني انا عندي ان انا بدخل في حاجه بفصل من اي حاجه ثانيه، يعني بنزل التمرين افصل من اي حاجه ثانيه بره، عندي مثلا امتحان لا خلاص افصل من اي حاجه. طبعا يعني الكابتن بيقدر الكلام ده، واللي بيبقى عنده امتحان يعني اللي بيبقى عنده ظروف خلاص تمام ما فيش مشاكل. بس فانا يعني بيساعدني برضو ان انا اركز مثلا في الحاجه انا داخلاها. جامعتك بعيده عن النادي؟ انا في العبور. ده انت مشوار ما شاء الله جميل جدا جدا، زمان بابا وماما يعني تعاملين معاكي جدا جدا. طيب ويعني ده انت تلاقي انت، طب انت ساكنه فين؟ في الشروق. يعني طب مين يودي فين؟ يعني لا مش بس قولي الشروق من العبور الدنيا قريبه شويه. يعني بس انت بتنزلي الصبح ما بترجعيش غير بالليل. برجع بالليل بقى بعد التمرين خالص. وش انا بس ليه بقول كده؟ بقول لانه الرياضيين بيتعبوا، مش بس ان هو بيتعب في الملعب، لا غير كمان انا عندي غير الجامعات، انا عندي موظفات يعني ناس بتشتغل. يعني انا ساره كمان الخلية اللي داخله معانا في الجزء الثاني وكده هي مهندسه، فبتخلص شغلها. ليه ساره؟ فين ساره يا جماعه؟ ليه ساره عملت نفسها كده؟ مش هستنى الفقره دي. لا عندي كده مهندسه بصراحه بيشتغلوا، وعندي ناس بتشتغل كتير يعني نص الفريق مثلا او سبعه ثمانيه بيشتغلوا. فده طبعا بيأثر ان احنا كمان بنعمل تماريننا دايما بعد الساعه 5 عشان يقدروا يجوا يسكنوا. عندهم جامعات طبعا في المدارس او الموظفات مثلا او بيشتغلوا يخلصوا الساعه 5 او يحاولوا يجوا العبور. مشوار طبعا يعني مشوار طبعا. مشوار صعب يا، انا برضو انا ساكن هناك وعارف الدنيا. لا بس هو بص، هو النجاح نادي الاهلي دايما، يعني انا هتكلم على فرقتي النظام يعني السيستم هو فيه اللي هو مش، اعتقد مش كل الفرق اللي في مصر زيهم، عندهم نظام، في نظام بيجوا في التمرين مجتهدين جدا مواظبين جدا على التمرين. يعني مسهل لك الدنيا يا كابتن؟ اكيد النادي الاهلي، النادي الاهلي بتلعب دايما على بطوله، الدنيا مختلفه مش يعني هي عارفه اسم النادي الاهلي، بتلعب لنفسها يعني بتلعب لنفسها كمان، والاسمها خايفه على اسمها وخايفه على اسمها. بتلعب النادي الاهلي بتلعب لاسمها وده الصح حقيقه طبعا. هي عارفين اصلا يعني ان هم ييجوا عشان مصلحتهم كمان. ايا كان المدرب النهارده موجود بكره مش موجود، وانا بقول لهم الكلام دايما ان انت بتعملي حاجه ليكي ولناديكي. المدرب مهما كان هو ماشي قاعد سنه سنتين ثلاثه اشتغل نفسك للنادي. ودايما احنا بنشتغل على اخطائنا، يعني دايما هم في الماتشات والحاجات كلها ما يكون عندنا مثلا محاضره فيديو او كلام وكده، ان احنا دايما بنتكلم على اخطائنا مش ايجابياتنا بس. يعني معظمها بنتكلم يعني بنسبه 90% احنا بنتكلم على اخطائنا مش مميزاتنا. المميزات موجوده اوريدي خلاص. انا بتكلم على الاخطاء اللي انا عايز اعدلها، بحيث ان هي لو هي نسبه 60% عايزه تبقى توصل 80% توصل 90%، بحيث ان انا اقلل من الاخطاء. طب قول لي يا كابتن وحضرتك قاعد كده وليلى موجوده، ليلى من اللاعبات اللي في الملعب يعني هاديه في الملعب ولا ملتزمه تكتيكيا يعني؟ وما تكسفش يا كابتن ليلى. لا خالص، بص اقول لك حاجه، كل لعيب طبيعي في الدنيا، حتى المدرب ما بيخطا طبعا. يعني حتى المدرب انا مش هخطا، انا بتكلم على البيهيفير، على التصرف بتاع. هي لعيبه يعني حماسيه في الملعب. بص هي حماسيه جدا، ولما يكون بيحصل مثلا في خطا بتعمله بالنوع اللي هي بتعاتب نفسها جامد. من نوع الكلام ده. حتى ممكن بعد الماتش او بعد التمرين انا عايز بتشوف مثلا الحته اللي قالت فيها، فبنقعد نتكلم بحيث ان احنا نقرب وجهات النظر. بحيث انا ممكن ليلى وجهه نظر، المفروض انا كمدرب هي المفروض ان هي اي لعيب بيسمع كلام المدرب بحيث ان هو شايف بره طبعا. احسن طبعا، بحيث ان انا عايزها تبقى احسن واحده. ساعات يعني انا ممكن ابقى حاسس بحاجه وعايز اوصلها للمدير الفني. وهو اللعيب، بص خلي بالك بس، اللعيب لازم يكون مقتنع كمان بالمدرب اللي قدام طبعا. هو ان هو يوضح له خطاه بحيث ان هو يصلحه، عشان المدرب دايما يعني عايز ليا مثلا احسن واحده في، عايز الفريق كله يبقى احسن ناس طبعاً. في الدنيا اللي لمصلحتهم مصلحتنا طبعا، طبعاً. ده اكيد يعني طبعا طبعا. خليني اقول لك كابتن برضو انه انت قلت نقطه مهمه جدا، ويمكن ليلى يعني اخد رايها فيه. لما بيكون يعني اللاعب في الملعب ممكن ما يكونش هو شايف نفسه كويس، وهي قالت كلمه حلوه جدا، قالت لك انا بروح لكابتن محمد سليمان اللي هو محلل الحركه. ممكن يبقى انت مش شايفه الحركه كويس، هل هو بيوصف لك الحركه، بيديكي فيديو تتفرج عليه، بيعمل ايه الديالوج اللي بينك وبين محمد كابتن محمد؟ هو دايما بيصور الماتشات بتاعتنا، يعني سواء ماتش قوي او لا، احنا بس زي ما انتوا حضرتك ان احنا برده بنطبق حاجات في الماتشات ضعيفه، فمحتاجين نشوف هي نجحت ولا لا. كذلك برده في الماتشات القويه يعني بيصور الماتشات.
احنا زي ما كابتن يحيى قال احنا بناخد بنشوف اخطائنا، يمكن الفيديو ممكن كله نقعد الوقت كله نتفرج على اخطائنا، ممكن اخر مثلا كورتين حلوين عملناهم نشوفهم بس عشان يعني نكررهم تاني وكده. طب انتوا في العادي بتسجلوا الماتشات يا ليلى؟ يعني ولا الماتشات المهمه بس اللي بتسجلوا ولا ما بتسجلوش خالص؟ يعني السنه اللي فاتت ولا لا السنه دي؟ لا السنه دي بنصور كل الماتشات، بنصور يعني حاجات لو في ملعبنا من حقنا بنصورها، وكابتن محمد بيقطع ويوريكم الفيديوهات علشان في الاول في الاخر برضو كل واحد يشوف اخطائه ايه، وفي الاخر كله في مصلحه الفرقه يعني. عشان هو كابتن محمد كابتن محمد مش شغال فيديو بس، أيوة محمد شغال سكاوتينج كمان، والنسب كلها بتاعه الفريق كله تنزل مره واحده، ان ليلى شاطر داخل مثلا، انا هنتكلم في حته دفاعيه، ان هو احنا الدفاع بتاعنا في مشكله في الحته دي. هو معاه احدث برنامج ان هو يبين ان ليلى مثلا في المكان ده حصل منها اختراق كذا. ده حلو جدا، بكل واحده بالاسم، حتى لدرجه ان يقدر يطلع طبعا يقدر يطلع ان احسن واحده مثلا في الماتشات كلها مين، او احسن ماتش واحده النهارده اذا كان دفاعين او هجومين. ده السيستم اصلا هم عارفينه، هم كابتن محمد بيبعت لهم الكلام ده. يعني مثلا ليلى، محمد قال لي ان ليلى عايزه مني مثلا شويه حاجات تتفرج عليها اديها دي مصلحتها، بحيث ان هي كل واحد يشوف مميزاته ويشوف عيوبه ايه ويصلحها، ده الطبيعي. بس انا عجبني بصراحه فكرك يا ليلى، بس للاسف الوقت عدى، نطلع لفاصل. بشكرك يا ليلى، شكرا جزيلا، واتمنى ان شاء الله ان انت تستمر على ادائك ودايما تساندي الفرقه بطبعا يعني بادائك وادائك الرجولي اللي دايما بنقول ان هو حماس. يعني بشكرك يا ليلى، شكرا جزيلا. انا بشكرك عليك والله، كنت مبسوطه النهارده انا مع حضرتك. لا ده طبعا ده الشرف لينا، وانتوا الابطال، وده برنامج الابطال برنامجكم. شكرا. اعزائي المشاهدين نطلع لفاصل عشان نستقبل لعيبه الفريق ساره الخولي او المهندسه ساره الخولي، ولكن بعد الفاصل.